يا هلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج رايكم شباب انطلقنا في حلقه الثلاثه والعديد والمزيد من التميز راح نقدمك كل الساعة من الساعه 6 للساعه 7 مثل ما تعودنا حلقه فنيه جدا جميله والعديد من الفقرات راح تكون في الحلقه تابعونا للاخير مساء الخير يا صالح مساء النور احمد ومساء الخير والنور على احلى جمهور يتابعنا من خلال شاشه الراي اللي تجمعنا ورايكم شباب مساءكم حب ان شاء الله وراحه بال وامل وعمل ان شاء الله ويكون يومكم كذي تقضونه بسعاده ويكون يومكم حلو حتى نهايته شلونك؟ تمام شلون الاجواء؟ كل شيء اوكي حلقه فنيه حلوه اليوم ان شاء الله ايه متحمسين جدا للحلقه الفنيه اليوم وان شاء الله تكون ناريه اكيد وحتى ايه. في اخبار حلوه ان شاء الله راح نقولها من خلال الحلقه ولكن ننطلق في عرض الفقرات اليوم راح نتكلم عنها في الحلقه راح يكون عندنا تغريده جدا مميز عن المعسكر بمناسبه مرور 20 سنه على تاريخ فن الكانجو كومبو بلاك بيلت دوجا قام منذ ايام معسكر تدريبي على يد رئيس اتحاد اوروبا وعضو, وعضو مجلس الشورى راح نتكلم اكثر ونطلع في هذا التقرير عشان تشوفونه من مميزاته نعم ريال أنا وانجلينا جولي ونوال الكويتيه وكيم كارديشن اربعة نجمات راح نقول لكم اخر اخبارهم الفنيه اللي شاغله العالم اليوم حتى اخبارنا بالحظ نسائيه يعني كلها عن فنانات ما نحن شباب اثنين طالعين على الحلقه او على الهواء ولكن نعطي حق حق البنات ونفس حلقه البنات حلقه البنات باتشو متحيزين متحيزين كل بنات ما يقولون اي اخبار شبابيه او لها علاقه بالرجل ولكن تحياتنا اكيد للرجل والمراه لان الاثنين يكملون بعض اكيد طبعا تحيه ايضا للشيخ وصارنا قاعد يسوون مجهود جدا جميل وايضا عندنا موضوع الحلقه لليوم من هم النجوميه، شنو هي النجوميه ومن هو النجم الحقيقي؟ يعني ممكن في فنانين أكثر في هذا الوسط الجميل ولكن شلون تطلق على الشخص هذا نجم انه وصل لمرحله النجوميه؟ هذا سؤال حلقتنا لليوم. نعم موضوع شيق وشائك وممكن يفيد وايد ناس لان هو الوهم ما يكون متعلق فقط في النجوميه، ساعات في ناس عندهم وهم انهم ناجحين جدا، في ناس عندهم وهم انهم دمهم وايد خفيف، في ناس عنده وهم انه هو آه غصب يصير آه دم خفيف غصب يصير دم خفيف، يعني عندهم وايد اوهام يعيشونها فهذا هو الموضوع الحلقة لليوم ضيف الحلقة صوته وايد حلو وفعلا هو مو بوهم هو إنسان جدا واقعي وعنده أغنية حققة النجاح لها تونا علبر البر راح نستمتع معاه إن شاء الله بالحوار الفنان الشاب عبد الله طارق اكيد طبعا راح تكون في اغاني جدا جميله الحين قاعد اكتب انا كلمه حلوه شنو؟ عشان بعدين ما راح اوريكها عشان راح مو <applause> <applause> عارف اقراها انا لا تقراها ك... عشان بس انا اقراها هذه باللغه الهوائيه <applause> إيه فما ما راح أعرف راح اقولها بعدين، طبعا انا تو بالطريق حتى كنت قاعد اسمع الاغنيه الجميله تحيه للفنان عبد الله طارق وايضا راح يكون عندنا العديد من المفاجات، انت ايش رايك في الاخبار الفنيه في الفتره الاخيره؟ شنو قاعد تشوف؟ هل في يعني نقول نشوه لهذه الاخبار؟ نعم احنا عندنا اخبار فنيه عديده وعندنا وايد أشياء فاليوم إن شاء الله كل المشاهدين يستمتعون معنا لأن في جعبتنا الكثير صح وفي جعبتنا التوب فايف المقدم من الشركة الوط... الكويتية الوطنية سينسكيب وراح نتكلم عن هذا التوب فايف نعم ونشوف شنو هو الفيلم اللي احتل المرتبة الأولى أنا سامع عن فيلم ليناردو دي كابريو فخلينا نشوف أي مرتبة احتل طرق التواصل الأرقام قدامكم بأسفل الشاشة للي حاب أنه هو يسمعنا صوته على الهواء بالإضافة إلى جروب رايكم شباب على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش رايكم, أت رايكم اس. على السريع الفيسبوك أنا جاستن بيبر طبعا مو الحقيقي اكيد اللي اسمع على اسم جاستن بيبر او بيبر او قايل اول شيء مساء الخير بخصوص موضوعكم صدقوني الفنان مو بكثره اعماله الفنان باحترامه وباسلوبه وهم الاعمال لها جزء بس اتمنى من فنانين البعض الرقي في التعامل واحبكم وبرنسس زينب تقول يا ليت تستضيفون الفنان الجميل حمد العماني تحياتنا لحمد العماني أكيد. ان شاء الله نتواصل معه في الاسابيع القادمه يكون معنا اكيد طبعا واحنا الحين لازلنا مستمرين وتونا على البر ما خلصنا ولا قلنا لكن طلعنا في هذا التوقيف. مسؤولة بدالة الطوارئ ون تتلقى مكالمة من فتاة مخطوفة ولإنقاذ حياة الفتاة يتوجب عليها مواجهة القاتل الذي تعرفه من الماضي هذه باختصار حبكة فيلم الإثارة ذي كول الذي هبط إلى المركز الخامس في سباق الأفلام لهذا الأسبوع الفيلم من بطولة هالي بيري وأبيجيل بريسلين الإثارة فانتوم يحتل المركز الرابع ويروي قصة كابتن الغواص الروسي المضطرب الذي يتحكم في مصير العالم مرغما على ترك عائلته ويتم اتهامه بقيادة بعثة سرية يكتنفها الغموض الفيلم من بطولة إيد هاريس وديفيد phantom <applause> I don't know. In our dreams, maybe. في المرتبة الثالثة يأتي فيلم الدراما الرومانسية ذا جريت باي محارب مخضرم من الغرب الأوسط يجد نفسه مشدودا للماضي وإلى أسلوب حياة جاره المليونير. الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو وجويل إدغرتون. ايرون مان 3 يهبط الى المركز الثاني، الخيال العلمي والاكشن يتجسدان في هذا الفيلم، عندما انهار عالم توني ستارك على يد ارهابي يسمى الماندرين، يقرر ستارك ان يبدا مغامره من اعاده البناء واسترجاع العداله. الفيلم من بطوله روبرت وان جونيور وغينيث بالترو أما في المركز الأول فقد كان من نصيب فيلم الحركة والمغامرات ستار تريك انتو داركنس عندما يواجه طاقم السفينة الفضائية انتربرايز قوة مدمرة غير قابلة للمقاومة من الداخل ويطلق الكابتن كيرك حملة مطاردة في عالم منطقة الحروب لأسر الرجل الذي يعتبر لوحده سلاحا للدمار الشامل الفيلم من بطولة بنديكت كامبرباتش وكريس باين ship should go down without her captain I believe in you Jim باك تستدل استقبال فقرات برنامج رايكو شباب من خلال حلقتنا الفنية وثانك يو سو ماتش للشركة الكويتية الوطنية السنسكاب على تقديمهم لنا هذا التوب فايف فيلم ذا كول انا شفته وقاعد اقول كل مرة انه وايد حلو وصل للمرتبة الخامسة فمعناته انه قريبا راح يطلع فلحقوا عليه وليناردو تيكابريو الاراء اختلفت في ناس يشوفون ان الفيلم حلو ومحقق نجاح في ناس مو عاجبهم الفيلم وايد بس ليناردو دائما افلامه شوي فيها فلسفة او لها يعني مو اي احد يقدر انه هو يفهمها ايرون مان هم تراجع واحتل المرتبة الثانية خلينا الأسبوع القادم شنو هي الأفلام الجديدة التي ستحتل المراتب الخمسة الأولى أنت ذا ذا كول صح؟ إيه شلون من فيلم؟ وايد حلو فيلم قوي جدا أنصحك في مشانك أنك تشوفه يو هاف تو واتش ذا فيلم لأن أنا عاجبني أنه شلون فكروا أنهم يحطون شخصية اللي ترد على البدالة يعني ساعات في وظائف موجودة في الحياة بس احنا ما نركز عليها يعني ككول سنتر؟ ككول سنتر أنه وايد يتعرض ل مشاكل ومصائب وممكن تتاثر نفسيتها وحياتها مثل ما صار في هاليبري آه نبدا في الاخبار آه الفنيه لليوم واول خبر مع النجمه العالميه ريانا ريانا طبعا آه النجمه اللي شغله الكل باي شيء تسويه على صفحتها في الانستغرام نزلت صور شوي ناس مستغربين منها وهي مسترخيه مسترخيه باللغه العربيه بالكوتي من ساتحة على الاريكه او القنفه وهي لابسه نظاره شمسيه بالاضافه انها حاطه باروكه شقره فقاعد <applause> يقولون انها هي تبي مارين مورو وهل <applause> هو هذا عباره عن مثل رساله إن هي ممكن تسوي فيلم عن حياه النجمه العالميه المقتوله او الميته او المنتحره <applause> مارلين مونرو ايضا صار وايد كلام عن ريان في الفتره الاخيره لان تميزت في انها قاعده تعلن عن مجموعه صيفيه خاصه بالملابس الجديده لصالح العلامه التجاريه ريفر ايلاند وايضا قاعده تحضر لتشكيله ارماني الجديدة ف جود لك ريانة اكيد جود لك للجميع واتوقع المجال هذا يحتاج الى أخذت خمس كم؟ ملايين ملايين عشان أيه. صورة عشان صورة يعني صورة. كان سويت دعاية وهي قاعدة بالبيت جت لها باردة بردة هذه التعويضات ومن حقها صحيح. وحق الجميع حتى في ما راح اقول الماركة بس تسوي كوفي يعني واحد حطوا صورته بكوفي كذي بالغلط خذ أيه. 10 11 مليون واو اوكي. شلون يحطون ايوه انا ما ابي عشان انا حطها وما راح اخذ 10 مليون، دعايه جدا جميله، ايضا عندنا انجلينا جولي بعد ان كشفت النجمه انجلينا جولي الاسبوع الماضي ان قد قيامها بعمليه جراحيه لاستئصال لديها لتقليل فرصه اصابتها بمرض السرطان بعيد الشر عن الجميع خوفا من واجتها المصير نفسها واجهتها المصير نفسه اللي واجهته والدتها، فلذلك هي اجرت العمليه على اساس انها خايفه أن يصيبها في نفس المرض، وللعلم ان انجلينا جولي ما زالت متاثره بوفاه والدتها لذا اقدمت من دون تردد على عمليه استئصال الثديين بعدم بعدما عرفت بحملها جين بريس 1 المتسبب للسرطان وصرحت في مقالها خياري الطبي الذي نشر على صفحات جريده نيويورك تايمز قائله بدات استئصال الثديين لان نسبه اصابتي بالسرطان الثدي كانت اكبر من نسبه اصابتي بسرطان المبيض الذي يحتاج استئصال لعمليه اكثر تعقيدا من تلك التي اخضعت لها نعم طبعا انا اشوف الخبر هذا عن انجينا جولي ينطبق على المثل هي مزهبة الدواء قبل الفلعه أيه؟ بمعنى انا تعجبني شخصيه انجينا جولي انها وايد تهتم بالامور الولد الانسانيه أولي الولد ترى فيها هو اللي والفنيه بس احس ان هي وايد قاعد يعني ساعات الانسان ممكن تكون هي انجلينا مثال انها تجتذب الشيء السلبي يعني في انها قاعد تستاصل منطقه الثدي عندها لانها خايفه من ان والدتها ميته من نفس المرض يعني عموما هم شوي الاجانب عندهم بعض الافكار او المعتقدات اللي هم يعتقدون فيها فاحنا نحترم اكيد كل هذه الاراء والمعتقدات الخبر الثالث معشوقة الجمهور الكويتي والخليج وحتى الوطن العربي نوال الكويتية على موعد مع كل عشاقها وجمهورها بحفلة رائعة إن شاء الله راح تكون في الكويت بتاريخ واحد وثلاثين خمسة هذه الحفلة أول مرة تسويها نوال بإنتاجها أو على نفقتها الخاصة مسوية الحفلة هذه م. لكل جمهورها وسمتها باسم قيثارة ون م. أنا أعتقد أن هذه الحفلة هي بداية مبشرة في أن نوال تسوي مثل تور في, في الكويت وأيضاً ممكن تنتقل إلى الخليج الوطن العربي راح تحيي العديد من الحفلات الحفله هذه راح تكون في 31/5 بفندق الكوتيارد بقاعه الرايه وراح يشاركها الفنان الشاب حمد العماري فكل عشاق نوال راح تكونون على الموعد معاها فيس تو فيس ب 31/5 فعلا ان شاء الله الكل يتواجد هناك لانه فعلا راح تكون حفله جدا جميله وللعلم أن يصادف عيد ميلاد زميل عبد الله المنديل آه كل عام وت بخير مقدمه عشان ما تدرين كل مسافر شيء كل عام وت <applause> بخير مقدمه حتى موعدنا بعد علي على شويتر برج الجوزاء نوال برجها عقرب ونوال ترى يعني بشكل سريع ان الحفله راح تكون من اخراج ميرنا خياط راح تصور تلفزيونيا ويتم بثها من خلال القنوات الفضائيه م. قاعد تحضر ايضا لي فيديو كليبين من المتوقع انه يكونون ايضا من اخراج ميرنا خياط عبد طارق ذهب برجك لانه بيحلل الشخصيه قلت كلها قلت عرفته عقرب بعد بعد حلل م. الشخصيه 14 15 خلاص اللي بعد عيد الادمي اكيد طبعا من عشاق الخليج الدلو عشاق الخليج الدلو ركبت من عشاق الخليج الى عش معشوقه العالم يعني عند الكل يعني اتوقع ايه. الفولورز اغلبها كويتيين انا هذا اللي اشوفه كيم كردشان بمجرد فتح صندوق الموسيقى الذي ارسلته نجمه التلفزيون الواقع كيم كردشان للمدعوين لحفل البيبي شاور عشان هي مقبله على الولاده الذي تقيمه لطفلها المنتظر في الثاني من يونيو المقبل يظهر حذاء لراقصه باليه يدور على اغنيه هي ماما وهي المواصفات التي نشرها موقع اي أونلاين فعززت من الشائعات التي تروج لانتظار كيم كرديشان وزوجها كيني ويست لبنت في يوليو المقبل لان شافوها تشتري من اغلب المحلات اشياء لونها اقرب للورديه فلذلك إنه متوقع انها تكون بنت شوف صندوق الموسيقى هذا اللي هي هاديته طبعا هذا مو مرخص يعني سعره غالي يتوجه دعوه عن طريق صندوق الموسيقى هذا عرفت الصندوق اللي يصير مثل اللعبه اللي يتبطل نفس لا 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 يتبطل بعد تطلع واحده راقصه باليه ترقص فيه هذا القديم اللي نشوفه بالافلام المصريه القديمه فهذا دليل على ان المولود بنت طبعا حسب توقعاتي هي احتمال تولد 2 6 او 3 6 برجها جوزاء البنت لا حول ولا قوه <applause> كلهم لازم يشيك على هالموضوع شنو تتوقع راح تكون جوها انت المشهوره لان هي الخامسه من ضمن هذه العائله أي أي يعني من مشهوره طبعا يعني اكيد منشن واحد هي من الحين مشهوره البنت م. من ناحية مشهوره ان الام وايد متنانه وبس و... بس انا الله يعين البنت لان البنت يمكن ما تكبر ما تصير مشهوره صح إيه؟ بس ما تدري بس يمكن تصير مشهوره لان العائله كلها مشاهير ويمكن إيه؟ فيمكن هذا يصير منهم فيها مستمرين معاكم في هذه الحلقه الجميله والحلقه الفنيه مع الفنان الجميل والمبدع عبدالله الله طارق ولكن بعد البركة لكم معنا

وحب مع ضيفنا الفنان الشاب مغني شاب دخل الى الساحه الفنيه الغنائيه الكويتيه من خلال اغنيه حققت النجاح المطلوب تونا على البر وبدا في شق مشواره الفني والغنائي هادي ومو عادي ولستايل خاص في الغناء هو الفنان الشاب عبد الله طارق ويلكم وحياك الله رايكم شباب اهلا يحييك وينجيك يعطيكم الف عافيه على الاستضافه الحلوه حبيبي الله يحييك الله بالخير الله يك... الله, بالخير. الله, يك... الله بالنور ونمسي المشاهدين مساك الله بالنور واحنا جدا سعداء في تواجدك اليوم عبد الله وفعلا هذه الاغنيه حققت نجاح واضح على المستوى العربي مو بس نقول المحلي لان مع شيء الشيء الغريب يمكن في انطلاقه اي فنان في اولى مشاويره يخاف من انطلاقه اول اغنيه ولكن انت دخولك شويه انا اقدر اقول له وبكل الصريحنا صعب لانك بلشت في اغنيه قوية وأثرت بالساحة الفنية بشكل جدا جميل فبالبداية قبل ما ندش في هذا العمق كلمنا عن دخولك في هذا المجال شون اكتشفت أو من اكتشف, اكتشف أن لك خامة صوتية جميلة تمام وهو شون طبعا اكتشفت أنا هالشغلة آه هذه عن طريق الأهل نقعد يعني بالدوانية مثلا خالي دق عود وكذي فسمعوا مني تدندن كان يعني بالضبط تدندن فسمعوا مني كذي جمل صغيرة فاكتشفوا ان انا في عندي صوت حلو طبعا مع مع خالي مرة مرتين ثلاث مرات اغني فصار الموضوع تعود بعدين شوي شوي مع الشباب سمره دق دق مش عارف يعني مراحل انتقلت بالضبط شوي شوي لما صار الموضوع يعني ما بقول احترافي لان انا مو موسيقى بس يعني من على قولتهم كثر الدق في الحمد فمن كثر ما قعدت تغني بالضبط الممارسه من كثر ما قعدت تغني بالسمرات وشذي فصار الموضوع عندي شوي سهل بالغناء نعم ايش كثر صار تغني <applause> تقريبا من اول ما كنت قاعد دندن على العود مع خالك ايش صار لي ايه؟ تقريبا خلينا نقول عشر أربع سنوات لا, لا مو عشرة اربعة إيه؟ إلى خمس سنين تقريبا تو يعني مو تونا تونا يعني مو مو من مدة طويلة <applause> ولكن فعلا صوتك وايد حلو عبد الله دائما نسمع ان الغناء مود او مزاج وانه لازم الفنان او الانسان اللي يمتلك صوت حلو لما يغني يكون يعني حاب انه هو يغني يكون عنده فهم. مود او مزاج انه هو يغني هل هالكلام صحيح ولا الفنان الشاطر يغني باي لحظه وباي وقت هو الفنان الشاطر يغني باي لحظه وباي وقت اي بس بنفس الوقت هي مود يعني انت لما تكون مثلا متضايق من, من شغله او هذا ما راح يعني لما تغني اغنيه فرحيه ما راح تجيدها كثر لما تكون انت, من أنت صح من مرتاح من صح يعني أي. مرتاح فلما فعشان شيء يقولون مود يعني انت على المود تغني م. ولا لا اه اغني على اي وقت مودك بس اليوم؟ اليوم مودي لازم. لا تمام عشان دي نبي نسمع الاشياء الجميله <applause> مثلا الحلقه ودنا نعرف سر جدا جميل وهو نجاح وتالقك في اغنيه تونا على البر فكلمنا عن مشوار هذه الاغنيه وشون صارت شنو كان الطريقه تمام طبعا مشوار هذه الاغنيه هي كانت هديه من مارينا اف ام لاني فزت بالمركز الاول في برنامج سمعنا صوتك حلو فطبعا هذا البرنامج ما كان محسوب لاي حساب نعم. انا دشيت بالغلط أي. راد من الحداق كذي ودقيت شفت التليفون لقيت انه حاطين اعلان كذي فدقيت عليهم وشي غنيت حتى على يعني, يعني كان, كان في و... صله ما بين الحداق وال شفت شلون؟ فانت شلون قاعد تحدق وتونا على البر شفت شلون؟ يعني صارت فكذي وخليت الحمد لله يعني ل... يعني, ل... يعني تقريبا وصلت للفاينل انا مو مستوعب اللي قاعد يصير ان, إن انت ناجح إن بالضبط انه يعني في ناس قاعد تصوت لي وقاعد اوصل فالحمد لله وصلت للمركز الاول و وكانت هذه هدية اللي يفوز بالمركز الأول أغنية أن ينتجوا لأغنية أغنية وهذا أكيد دليل على دعمكم كشباب واختياراتكم وحسن اختياراتكم للأغنية ما شاء الله مسموعة ودائما ما قاعد يتم بثها من خلال الإذاعات الكويتية هي من كلمات والحال للتذكير هي من كلمات منصور لوان الحان الاستاذ عبد عبد القادر هدهود والاستاذ عبد القعود. نعم، حلو يعني. تحياتنا اكيد يعني. لكل هذه الاسماء الكبيرة بالضبط. ومن الطبيعي ان الاغنية تطلع حلوة يعني حلو مدام حلو عبد القادر وعبد القعود ومنصور لوان ما بعد احد من توزيع الاستاذ هذا اقول الاستاذ العجيب ربيع الصيداوي. نعم <applause> اكيد تحياتنا لربيع الصيداوي، زين بنسمع شيء ممكن تغني حاضري. لنا؟ حاضرين ما في حاضري مشكلة. ايش راح تغني لنا؟ نقول تونا على البر. يلا. يلا. بس نقولها بشكل هذا شوي تونا على البر ما غرقنا تونا ما ذبنا وعاشقنا الراي رايك لو تبيها فرقه ابشر افترقنا وتونا على البر ما غرقنا تونا ما ذبنا وعشقنا الراي رايك لو تبيها فرقة بشرف افترقنا وياك اه أنا وياك هوانا بان من العنوان اجام الليل يا حبيبي ليه ونخلي هوانا لن الله الله الله, الله يسلم الصوت ما شاء الله راي رايك واحنا بالراي والراي رايك فانت ايش <applause> اللي تحتاج احنا تحت امرك ما شاء الله يسلم الصوت فعلا <applause> ابداع ويعني نادرا ما نحصل الفن الشبابي بجوهر واحساس جدا جميل انه ممكن يقدم الاغنيه بجوده وبراحه في الاداء على الهواء فاحنا يمكن انت عندك البر احنا على الهواء فتختلف شويه في نفس الموضوع زين عبد ما فكرت تنطلق من هذه الاغنيه الى انك تصورها في فيديو كليب والله كان في تفكير في البدايه بس آآ آآ للاسف مثل ما انت عارف يعني الاغنيه انا اللي قاعد اشوفها حصلت رده فعل وايد حلوه فلو بصور فيديو كليب لازم الفيديو كليب يكون يعني قوي بالضبط نعم. يعني بنفس المست... بنفس مستوى الاغنيه بحجم الانتشار وبحجم نجاح الاغنيه بالضبط بنفس مستوى الاغنيه فما في الامكانيه اني اصور فيديو كليب وايد وايد يعني على مستوى عالي فقاعد افكر حق الاغنيه اللي بعدها ان شاء الله صحيح. ان شاء الله. ساعات نشوف او وجهه النظر تقول ان الاغنيه ما شاء الله حققت الانتشار المطلوب. الحمد لله. فما تحتاج الى فيديو كلوب ولكن بلد. بعض الاغاني مثلا قبل لا تصدرها في السوق تصورها فيديو كلوب للترويج لها بلد. لان صحيح. ساعات في اغاني انت تحبها كفيديو كلوب فتسمعها. صح. اما الاغنيه وصلت لك من غير فيديو كلوب فاتس اوكي يعني هذا يكون نجاح وتوفيق من الله. صح. انت راضي عن انتشار الاغنيه لحد الحين ولا تبي بعد تسوق لها اكثر؟ هو لحد الحين يعني الحمد لله انا راضي عن الانتشار اللي حصلته. <applause> يعني قاعد تجيني رده فعل وايد حلوه فالحمد لله على كل حال يعني. انت <applause> <applause> قاعد تفكر بالجديد ما ابي اطمع اقول لك ابي بعد زياده ابي الكل يسمعها ابي الكل يحبها يعني بس بالعكس بالنهايه ذوق يعني وصلت لك ابي بشكل رائع يعني فعلا انتشرت يعني كفنان لا باع طويل ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هذه الاغنيه لما انا سمعت اقول هذا المغني اكيد له سابق يعني انت كان سابق فن ما بين اهلك وبجانب يعني, يعني مو انه مغني جديد اول مره ايه يطلع انطلاقته كانت ان انا على واحد معروف من زمان مم. ولكن فعلا انت ابدعت في هذا المجال وان شاء الله نشوف البومات واغاني تكون على الساحه أبداً. وناجحه مثل نجاحك عبد الله ودي اعرف منو اللي وقف معك في مشوارك يعني قبل ما توصل حتى للمشاركه من نقطه الحداق من ما <applause> ما قبل نقطه الحداق ابي هذه الايام هذه المشاوير منو كان يقف معك عبد الله لا بلش روح مثلا خلينا نغني خلينا نروح نقعد مكان مثلا نسوي سمره هو طبعا الاغلبيه الربع كان وايد يعني على قولتهم مؤمنين بصوتي انه حلو وانا شايف نفسي انه يعني لا عادي يعني صوتي مو يعني م. حلو بس انه مو لهناك يعني فهم كانوا يشوفون انه وايد واو يعني عرفت اللي يلا سمره بمكان الفلاني امشي غني مشكله مش عاد الديوانيه كل يوم اقول لك تغني بالضبط عليك نور يعني تطور الموضوع لانه صار انه يعني الديوانيه قامت تسوي سمره فديوانيتي ويسوون سمره ف يعني صار الموضوع بشكل اسبوعي عرفت نعم تحياتي لكل ربعك لان ساعات فعلا الصديق <applause> او الاصدقاء يساعدون على بالضبط. ان صديقهم يتقدم، يمدحونه اوكي، ممكن ينتقدونه بس ما يكسرون مياديفه في انه هو يتطور يوم عن يوم. قاعد عبد الله في الفتره الاخيره زمن الالبومات او السديات الغنائيه انتهى. آه الاعتماد كونكم كفنانين شباب هو على السنجل، خلاص ما راح نشوف في سيدي، ما راح نشوف في البوم من وجهه نظرك، هل السنجل او الاغنيه المنفرده انجح من الالبوم؟ والله هي يعني مو انجح من الالبوم ممكن الالبوم يكون في اغاني ناجحه نعم. بس ان الـ الـ يعني كالبوم التكلفه وايد يعني بشكل كبير نعم يعني انت قاعد تتكلم عن اغنيه واحده تكلف بما يقارب ال 5000 كويتي يعني صحيح فلو بسوي البوم 16 اغنيه يعني كم بدفع؟ وما يعني في شركات انتاج فهل يعني انا راح اشتغل بكل يعني بكل اخلاص على قولتهم بس ما تدري هل الاغاني اللي بالالبوم راح تنجح او ما راح تنجح صح يعني الوضع بين مجازفه اي بالضبط مجازفة نعم ف فأ... يعني احنا كشباب اللي قاعد نسويه بالسناقل على قولتهم قاعد تجمع صح كل ست اشهر كل سبع اشهر تنزل اغنيه صح, صح عرفت أ... يعني انا شخصيا في رايي الالبوم بالعكس يميزك كشاب يعني صح يمكن يعطيك انتشار اكثر خط بروح بعد يعطيك بالضبط يعني او يعطيك انتشار اكثر يعني وبالالبوم نفسه يعني تقدر تتنوع بالاغاني ترضي كل الاذواق بالضبط ترضي كل الاذواق يعني تقدر تسوي الستايل الخبيتي البندري الكلاسيك تقدر تسوي كذا ذوق يعني اللي ما عجبته هاي الاغنيه ممكن تعجبه هاي تحاول ترضي الشريحه بمختلف, بمختلف, بمختلف اذواقها بالضبط بس م. السنجل في مشكله انه يعني هذه اغنيه واحده ممكن تعجبكم او لا وننطر مثلا بعد فتره يمكن انزل ستاي ثاني. نعم. عبد الله حبيبي انت مكمل معنا ان شاء الله وراح يوصح. نستمر بالحوار الشيق معك وباغانيك وغنائك وكل الاسئله اللي قاعد ترسلونها لعبدالله الله راح نقراها ان شاء الله بعد قليل على تويتر @رايكم او اي اي ايميل البروجرام شباب@ تي في او جروب رايكم شباب على الفيسبوك سلاش رايكم ثواني راجع لكم من ثاني. ويا منيتي يا سلا خاطري وانا أحبك يا سلام وليش الجفا ليش تهجرني وانا وانا احبك 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 يا سلام ويترنم على البان عشير القمر يا على غصن السلام ويترنم على البال عشير القمر يا على غصن السلام ويذكرني باحبابي ونساني الغرام وانا احبك 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 يا سلام الله يا سلام على صوتك واحنا نحبك ومن ما يحبك يا عبد الله في هذا الصوت العذب والجميل <applause> رجعنا بعد الفاصل مستمرين في هذا الحوار الجميل مع الفنان عبد الله طارق عبد الله لنا شنو رايك انت اليوم في انطلاقتك في الوسط الفني شو رايك شنو رايك في الوسط الفني هل هو مفزع وخطر تحس انه ممكن يسبب خطر في المجال الغناء هو شنو الخطر بالضبط يعني انا خطر علي إن ان ان ما شاء الله كلهم مبدعين يعني صحيح فابي اتميز انا بينهم فأنا فأنا يعني الخطوره من جانب ان الابداع الموجود بالضبط فهذا نعم. هذا السايد اللي خطر علي في يعني نعم. نعم انت مميز ومختلف ويونيك عبد الله ما شاء الله عليك صوتك وايد حلو ويوصل للقلب عشان شي تعليقات عندنا في التويتر وايد لك في عندنا تعليق من اي ام او او ان اي 2000 مساء النور منور عبد الله وصوتك رائع واغنيه تونا على البر ابداع وبانتظار جديدك يا مبدع وايضا في دفوي تقول لك منور الفنان صوتك عذاب وهم عندنا لامار تقول عندها سؤال لك منو الفنان اللي تمنى عبد الله طارق الوصول الى مستواه وشون كانت بدايتك الفنيه عرفنا عبد الله جاوب شو كانت بدايتك الفنيه من الفنان اللي ودك ان انت توصل لمستواه عبد المجيد أوكي. عبد المجيد عبد الله على مستوى الخليج صح <applause> هذا توصله على مستوى اداء مثلا اداء ومكانه و... 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 فنيه يعني زين حلو ومنو ودك تشارك الغناء اشارك الغناء؟ اي يعني يكون بينك وبينك ويا جماعه العمل لو مع أقول عمل ما راح اخلص وايد فنانين ابي التوب اللي عندك اللي يمكن عادي يعني كعمل طبعاً ودك عبد المجيد يه. قلت لك بما ان انا اطمح انه اوصل لمستوى فعبد المجيد غيره وايد يعني الكل يبي يبي يشارك الفنانين الكبار النجوم اللي هم عبد الله رويشد نوال مدري اتمنى ان اشاركهم يعني ان شاء الله توصل لهذا يعني. ان شاء الله ان شاء الله وتحيه اكيد لكل هؤلاء الفنانين الكبار والنجوم اللي ما زالوا يثرون الساحه الفنيه بالعديد من الاعمال الغنائيه، هل وسط الفني مفزع وخطر مثل ما احنا دائما نسمع عنه و... وناس ما تحب ناس وغيره؟ ما ادري انا من ناحيتي لا يعني ما اشوف ما اشوف في شيء خطر عادي اي يعني. عادي سل... في سلام ما في مشاكل أه من ناحيتي انا ما ادري يعني هو تو قال عن جانب مادري. الوضع مثلا أيوه. كذا بس هو بشكل عام هل تشوفه انت أه أه كجانب فني ان هو يحتاج من خطورته الخطر اللي هو يحتاج الى التطور او انه هو لا طبعا من هالناحيه لازم لازم تكون متطور لازم تكون مميز الشيء اللي تقدمه اكثر تميز عشان لا. يعني م. من ناحيه فنيه تكون احسن لان ما شاء الله كلهم مبدعين و وكلهم قاعد يبدعون يعني كل ما لهم يبدعون زياده صح وانت يعني مثال على الابداع من خلال العمل لله. اللي, قدمته وان شاء الله اشوفك في اعمال ثانيه عبد الله امنيه تتمنى ان تحققها امنيه اتمنى ان احققها قلتها قبل شوي ان اغني مع عبد المجيد عبد الله هذا زين هذا من الجانب وصولك لمستوى لكن امنيه بشكل عام كحياه عبد الله بارك كحياتي انا ما يعني انا قنوع يعني ما عندي امنيات وايد نعم. الحمد لله يعني عايش بخير ونعمه و... نعم القناعه أنت وانت واثق من نفسك فان شاء الله اللي. تتحقق كل الامنيات سواء امنيات اللي. حاليه او مستقبليه وترى الغناء مع عبد المجيد عبد الله هذا امنيه كبيره <applause> يعني او حتى ان توصل لعبد المجيد عبد الله هذا معناته انه هو يكون من اهم فنانين الخليج وعشاقك كبار في ان انت اثرت على جيل كامل لأن عبد المجيد عبد الله مع حفظ اللقب اثر على اجيال كامله من الملاحظ عليك عبد الله ان انت ما شاء الله فنان وايد هادي ثقيل بالمعنى الصريح، هل تحس ان الجمهور الحين يبون الفنانين الاثقال؟ يعني احس يعني ان الحين الجمهور يبي الفنانين اللي يتحركون وحركات ومدري شنو لا هو هو يعني اوكي كل شخص ولا جمهوره او لا يعني الناس اللي تحبه انا مو ثقيل ما اشوف نفسي أنا يعني ماي ثقيل بس طبيعي هاي طبيعتي يعني هذا انا هادي اي أه. إيه مثل ما انا يمكن قاعد يشوفون الناس بالتويتر كلامي او بالانستغرام يعني كصور أنا ما تحب يعني أنت تتصنع يعني. ان ما هذه يعني هذا مثل ما اي فتحب إن بالضبط. يعني مثلا شلون نوضح الصوره انا مثلا الفنانه نوال الكويتيه فنانه ثقيله يعني بالضبط. اغانيها راكزه راقيه غير مثلا الفنانه الكبيره احلام احلامها احلام يعني اغانيها طبعاً كل... سريعه حيل وشخصيتها مختلفة عن شخصيتها يعني كل فنان وعلى حسب شخصيتها هي تنطبق تنطبق على الاغاني يعني نعم اذا صح. هو مثلا فنان هادي وهذا تلقاه مثلا يحب الاغاني الراكده الثقيله صحيح اذا هو فنان مثلا وايد هايبر, هايبر. هايبر وشي تلقى اغاني انا طرأ على بالي سؤال عبد الله قاعد في هذا الخليط الجميل هل ممكن شخصيه الفنان تعكس الاغاني يعني ولا مو مو ضروري انه يكون الفنان يكون هادي لازم ما يغني سريع او انه ارتكاز أه هو مو ضروري بس يعني غالبا تنعكس الشخصيه يعني مثلا لو انا مثلا مثال انا بسوي البوم طبعا لازم احط اغنيه سريعه اغنيه بطيئه اغنيه الى اخره بس بالضبط بس تشوف الاغنيه الاكثر تميز اللي انا مأدي فيها وحابها وشيء اللي تعكس شخصيتي تعكس شخصيتك يعني. صح بلضبط. نعم اشتركت في برنامج نعتبره برنامج هو اللي هو كان على اذاعه المارينا ما فكرت أنك تشترك في برنامج هو اللي يعرض من خلال الفضائيات ان تحقق شهرة اكبر ما جتلك الفكره كلش لا ما جتلك الفكره يعني انا قلت لك برنامج مارينا وكان صدفه آه اي بالضبط صدفه يعني وانت في البحر يعني بالضبط ف... الخجل الخجل هو اللي يؤثر ايه ايه عبد الله واضح ان أنت يمكن الجانب الاعلامي ظهورك في الكاميرا ممكن هو يسبب مم لك مم آه احراج ان انت فتغل... لكن بالعكس انت ما شاء الله من هذا البرنامج وصلت الى المرحله الاعلاميه يعني الكاميرا لا نعم <applause> لحقتك سواء بالقناة ولا غيره عبد الله و... يعني بكل صراحه يعني انت لك يعني مشاركه مع الفنانين الشباب واختلاطك معهم لابد لان في هذه الساحه لما تدش في مجال انا وانت في المرحله الشبابيه لابد تختلط مع الفنانين الشباب، فمنو يعجبك من الفنانين الشباب كاغاني، كاعمال، كاداء؟ والله ك... قلت لك انا كلهم كلهم قاعد يبدعون، يعني من دون ما ابي اذكر اسم أحد واخلي كواسنا. احد عشان <تصفيق> طيب. <تصفيق> ما حد يزعل او ما حد ياخذ خاطر علي، كلهم احبهم، كلهم ما شاء الله عليهم يعني قاعد يبدعون لدرجه إن انا قاعد اخاف شنو اقدم بعد. ف... الله يوفقهم كلهم يعني. وفقنا معهم ان شاء الله الله يوفق الجميع ان شاء الله، نسمع شيء بعد منك يا عبد الله؟ حاضرين راح أ... راح اسمعكم شيء مقطع صغير من أغنية من اغنية ان شاء الله يلا, يلا الله حلو،, حلو نعرف تفاصيلها بعد غنائك لها <applause> ان شاء الله يلا <applause> بالحلال وشرع الله، ابيك انت ما تخلى، ما يحتاج تتغلى، ما يفيد وياي، ترضى يعني بترضى غير هالحكي في الضيا بعد آه ممكن اللحن وايد غريب صح؟ صدق. لا, <applause> لأ بقعد. بقعد. انا قاعد الحنها ترى معاك قاعد <applause> اخذها بيتون ايه حلو ايه. احنا نبي بعد بس ما نبي نحرق الاغنيه بالضبط هي اه اه كلمات والحان منو؟ توزيع منو؟ هي ايه كلمات استاذ محمد شريده نعم الحان ما ابي اقول ملحن ابي اقول العبقري عبد القادر عبد القادر والله بلساني بقول هذه الالحان مستوحاه من الاعمال موجوده وتوزيع عبد الله مسعود جميل قلت لك بصراحه الاغنيه وايد حلوه وبس احنا ما شبعنا نبي بعد اغنيه نبي نعم اغنيه هن ثانيه ان شاء الله حاضرين نقول رعاك الله يلا راعك الله يا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعاده يوم أغمض وابحر بفكري تغير حالي لي المنهاك طيوف الحب لفظ حال تبعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري أنا العاشق عشقت الشمس والقمر غلا وآمال أنا لي في ديني لعبة الأحلام من بدري رعاك الله ويا ذكرى ليالي اللي تمر البال تذكرني سعادة يوم أغمض وأبحر بفكري تغير حالي المنهاك طيوف الحب لفضل حال تبعدني عن الدنيا وما فيها ولي عذري الله يسلم الصوت يا عبد الله, الله وصوت الله فعلا رائع يوصل لي الاحساس تحياتنا للفنان الكبير جبل الغناء حسين الجسمي عبد الله الحين شوي بنرجع شوي بالحداق يسحب يشوف اليوم يسحب معك منو ثقفك في مجال الغناء؟ منو اللي وجهك؟ يعني يمكن تكلمنا منو وقف معك؟ منو شاركك في عمليه انه يعطيك الدافع انك تدش في هذا المجال ولكن منو علمك يمكن اسس الغناء وخلاك تدش بمبادئ اساسيه في عمليه الغناء؟ تمام اللي اللي ثقفني من ناحيه خلينا نقول كناحيه فنيه اللي هو يعني ما ابي انكر فضله نهائيا هو الاستاذ عبد القادر هو علمني وايد شغلات يعني من كناحيه كناحيه فنيه طريقه الغناء طريقه يعني في مصطلحات وايد كنا انا ما كنت اعرفها قبل عرفتها وعرفت شلون اتميز فيها الحمد لله فتره بسيطه بس لان تعلمت من استاذ وايد وايد عبقري تعلمتها بشكل صحيح يعني الحمد لله يعني, يعني, يعني علمك الاساس بشكل قائم تحياتنا العبقري عبد القادر الاردود هو فعلا عبقري وموسيقي آه وهذا واضح من خلال الاغاني اللي هو يصدرها بين فتره واخرى كل فنان عبد الله عنده تكنيك خاص في حياته يرسم خطواته بالطريقه اللي هو يشوفها مناسبه انت شنو تكنيكك في الوسط الفني شو اللي تبي شنو البصمه اللي تبي تتركها تمام التكنيك اللي انا قاعد استخدمه يمكن يمكن انا ما قاعد يعني لحد من الحين يعني خلينا نقول اغنيه تونا البر واللي بعدها اللي اخترتها كل الاغاني فيها مواضيع معينه يعني موضوع مو بس كلام حب وغزل او مثلا كلام هجر او كذي نعم. فيمكن هذا اللي قاعد يميزني او انه قاعد احاول اتميز فيه ان كل اغنيه يكون لها موضوع فممكن ممكن يعني يحسونها شريحه من الناس كبيره حلو طبعا ف... على عجاله عبد الله لان داهمنا دا الوقت في هذا الوقت الجميل اللي كان معك عبد الله كلمه اخيره حاب تقولها او يعني انت رساله عبد الله في الفن مشوارك لوين راح يوصل انت شو اللي حاب توصل له كلمه اخيره نسمعها منك؟ طبعا مشواري ما له نهايه حاب اني اكمل لين اوصل اعلى المراتب ان شاء الله يعني توصل رساله حاب اشكر كل اللي قاعد يتابعونا واشكركم على الصلافة الحلوه الله يسلمك واحب اشكر كل اللي وقفوا معاي بالوسط الفني واولهم الاستاذ عبد القادر هدود والشباب الطيبين محمد الشريده براك مطوع جاسم بهبها ما ابي اذكر ما ابي ما ابي انسى احد <applause> ما احد يعطيكم الف عافيه كلكم ومشكورين على الاستضافه الحلوه شكرا شكرا لك شكرا جزيلا انت انسان راقي ومحترم ننطر جديدك ان شاء الله ونفخر لما نكون او نشوف شباب مغنيين موجودين على الساحه مثقفين موسيقيا عارفين هم شنو قاعد يسوون وقاعد يزيدون الساحه الفنيه باغاني مميزه مثل تونا على البر، شو اسم الاغنيه الجديده اللي بالحلال بالحلال حلو. وبالحلال وان شاء الله كل حياتك تكون بالحلال ان شاء الله يا رب والله يتمم حلو. عليك، شكرا جزيلا عبد الله طارق شكرا. كل الشكر لك عبد الله طارق وبالتوفيق وانت فعلا عجل. انسان خلوق ومحترم واحنا مستمرين في فقراتنا في برنامج راكبكم شباب والعديد من الامور راح نتكلم فيها لكن بعد البريك لكم معنا وركبوا احلى باكر احلى رود على الشباك متواصلين مع مشاهدين الراي ورايكم شباب شكرا جزيلا لعبد الله طارق استمتعنا بغنائه وثقافته صحيح. الموسيقيه اللي يملكها وتعليقات التويتر ما شاء الله اليوم وايد عندنا الحوراء زينب تقول واو هذه تحطها قلب وردي اي الله يسامحك الحين اقول لك شنو احنا, أحنا, أحنا اقول حق المشاهد شنو قايله حوراء حوراء 27 او حوراء تو زينب تقول واو مساءكم جوز ولوز منورين الشاشه يسعدني مساءكم صالح واحمد وحابه اوجه تحيه لكل طلبه وطالبات جامعه الكويت واقول لهم استانسوا بالعطله وشكرا ترى الدوام الاحد الجاي ليش التحبيط؟ <applause> مو احنا مستانسين هو كل اسبوع عطله يعني احنا ما راح يمدينا التحبيط انا مستانس قاعد اقول احد دوام يلا صيفي ودوام من يوم الاحد ودوامك الساعه 10 الصبح الله يسامحك نعم تحياتنا حقك حوراء ودي دوامك اعتقد يوم الاحد بما انها هي في الجامعه يعني او قول لنا انت مسجله او يمكن مو مسجله صيفي لانها شاطره اذا مسجله صيفي لا صيفي شاطره صح؟ الشطار مو انه يكون تلقى هاي تلقى ثلاث سنين ونص مخلص الحين راح تقول ما شاء الله اقول ما شاء الله ما راح اقول تحياتنا لي حوراء وايضا عاشقه عهود تقول مساء الخير شلونكم ان شاء الله تمام احبكم متابعتكم دائما والى الابد الامار مشكوره وايد على التواصل بشكل يومي عندنا بعد في تو احد كنت بقول عنها شو بالزاويه تلقى تسالني تقول عندي تويتر والله ما عندي تويتر انا ما ما عندي تواصل دائما مع وسائل التكنولوجيا أه بالنسبه حق موضوع الحلقه ميستا تقول جميع الفنانين ممكن ان يصيرون نجوم وايضا دفوي يوصلوا سلامي للفنان عبد الله وحيل متواضع ما شاء الله ربي يوفقه وشكرا على الكلام اللي كاتبته قبل لا نتكلم عن موضوع الحلقه موضوع الحلقه إن حلم النجوميه او وهم النجوميه هل تحس ان فعلا في فنانين يعيشون وهم النجوميه وايد فنانين وفي ناس يعني الفتره اللي طافت مرت انا عايش جو النجوميه ولكن احنا اليوم فعلا بدورنا برايكم شباب احنا يعني نعطي الدافع لبعض الشباب انه ينجمون ولكن هو تنجيم من خلال نجم الداخلي وهو الابداع اللي انت قاعد تقدمه من خلال اعمالك والاشياء اللي قاعد تسويها للجمهور نعم هناك اشخاص في حياتك يكونون نجوم لان النجوميه دليل على الاهميه بس من وجهه نظري ان كلمه نجم النجم اين يقع فوق مكانه عالي انسان راقي فالانسان اللي يكون متواجد فوق في اخلاقه مش شرط انه هو يكون عنده 200 الف فلورز فهذا دليل على النجوميه انا ابدا ما اشوف وسائل تكنولوجيا تويتر وانستغرام اللي هو دليل النجوميه <applause> في لا وساعات مثلا انا مثلا اشوف اليسا نجمه عربيه في ناس مثلا على المستوى الخليجي يكون الفلورز عندهم اكثر من اليسا هل صح. معنى هذا ان اليسا غير غير نجمه هم في الكثير من الفنانين والفنانات يشترون فلوس صار الحين يدفع مبالغ علشان يصير عدد الفولورز اول كنا نشكهم باللايكس الحين حتى اللايكس قام ينشر والكومنتس قام ينشر خاص قامت تطوفنا يعني بس النجم هو من يكون موجود بعد عشر سنوات نذكر اسمه مثل ما في نجوم وايد للحين نذكر اسمائهم من هذا الموضوع إلى تقرير يتكلم عن رياضة غريبة شوي، انتم معاي شوي شوي عشان أقول لكم المصطلحات بشكلها الصحيح بمناسبة مرور 20 سنة على تاريخ فن الكاجو كومبو بلاك بلاد دوجو أقام منذ أيام معسكر تدريبي على يد رئيس اتحاد أوروبا وعضو مجلس الشورى لاتحاد الكاجو كومبو سنيور جراند ماستر أنجل غارسيا ورؤساء اتحاد فرنسا للكاجو كومبو ماستر سوس ذا تاب لويس دياز برعاية نادي بلاك بلاد دوجو وايد مصطلحات غريبة انا مو وايد اعرفها بس خلينا نعرفها من خلال هذا التقرير كابتن جراح عبدالله العبيدلي اليوم بمناسبه مرور 20 سنه على نادي بلاك بيلدوجي كاجي كمب الكويت رئيس اتحاد اوروبا اليوم مقام معنا معسكر تدريبي لمده ثلاثة ايام وهو السيد انجل غارسيا من اسبانيا مع رئيس اتحاد فرنسا وحضورهم اليوم صراحه وايد يشرفنا بمناسبه التطوير والحركات طبعا فوائد المعسكرات التدريبيه تطوير الحركات واجتماع اكثر وعلاقات الدولية احنا راح نسويها Alors, il y a une énorme différence avec le début parce que quand nous sommes venus, il y a trois fois déjà. C'est la troisième année que nous venons ici. Les étudiants ont gagné en rapidité, en puissance, en explosivité, qui sont des principes propres au Kajukembo. Le kajukenbo est un style qui est basé sur la multiplicité des coups, non pas un seul coup, mais plusieurs coups à des zones vitales. Sur ça, sur ce genre de travail. Bon, les étudiants au Koweïti ont énormément progressé, ça n'a plus rien à voir, ils commencent à bouger excessivement correctement, ça commence à être quelque chose de beaucoup plus euh, Kajukembo, euh, moderne, parce que nous sommes dans une école de Kajukembo, mais avec un style moderne, c'est-à-dire très adaptable, très évolutif, très logique. Donc c'est la troisième fois que nous venons au Koweït, mais nous avons eu aussi pas mal d'étudiants avancés, les professeurs qui sont venus étudier à Paris, qui viennent aussi dans, les, dans le, le, le stage international que nous organisons à Paris. Et donc les Coveti nous font l'honneur de venir et ils viennent souvent à une dizaine. Donc ça, c'est vraiment bien et nous les en remercions vivement. Soukran. ردينا بعد هذا التقرير الجميل وهو فن الكانجو كومبو بلاك بلت دوجو كلمة طويلة وفن طويل يعني اللي يبيدش في هذا الفن لازم يدرس الكلمة بعدين إن شاء الله يأخذ فترة طويلة طبعا التعليقات خلينا نقرأها بشكل سريع طيبة تقول أحبك يا أحمد كل الشكر لك وأيضا الدانة تقول لك صالح أنت نجم عالمي من جد مواضيعكم رائعة ومفيدة هنيكم الله يوفقكم شكرا, شكرا لك وأيضا عندنا العديد من المشاركات الحوارات تقول لا لا تخافون ما أخذ كور صيفي لا اشوفك بصيفي لا ادري ان انت اللي كتبت الكومنت بالتوفيق ان شاء الله لجميع الطلبه لان مقبلين على كورس الصيفي يوم الاحد وللعلم ان السيستم يفتح بالليل اللي سيبي مواد لا تنسون يعني الاوقات بدات تداهمونا الاسبوع الجاي عندك اخر بدايه الاسبوع فلا تنسون اللي يسجل صيفي سجل لان شهر اقل من شهر راح يخلص بسرعه نعم موفقين كل الطلبه والطالبات بمختلف الكليات بجامعه الكويت يمكن في ناس الحين او شباب وايد متضايقين احنا عندنا كورس صيفي وتعب وما راح نسافر وما راح نروح وما راح نطلع وايد <applause> لا قصدي اقول لكم انه شدوا حيلكم لان اللي آه يعني صح صح آه يحصل إيه صح يحصد صح <applause> و يعني حداد سهل مثل ما نقول ان شاء الله وتتخرجون وتجيبوا الشهاده الكبيره كذا وترفعوا راس اهاليكم وراس الوالده ان شاء الله والوالد لان الجامعه سلاح او الشهاده الجامعيه سلاح كلنا بحاجه له يعني الحين احنا وصلنا لمرحله الكل جامعي والكل عنده شهادات جامعيه نطمح انه يكون عندنا ماجستير ودكتوراه واعلى درجات العلم موضوع الحلقه بشكل سريع جدا اللي هو وهم النجوميه ان الانسان مهما كان نجم او حقق النجاح الكبير يجب ان يرتكز على الارض لان ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع وقع. قول احمد لان تو كاتب 34 ثانيه احبك احمد نوال البلوشي مسطره عمان يعطيك الف عافيه. شكرا نوال البلوشي وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا على التويتر @رايكم اس هذه كانت حلقتنا تواصلنا معاكم لساعه كامله متكامله 60 دقيقه على تمام والكمال. هاف نايس داي سي يو تومورو ان شاء الله مع شيخه وأسرار بحلقه البنات الله يحفظكم مع السلامه. شكرا